صباحكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، راح فيكم اصب عليكم بالخير في حلقه جديده من برنامج الضحى العود. هذا البرنامج الرياضي المنوع اللي ياتي على شاشه كويت سبورت يوميا من الاحد ولغايه الخميس، ساعه كامله نتواصل فيها معاكم وبمواضيع منوعه. ان شاء الله حلقه مميزه تكون اليوم، نطل فيها عليكم وتكون مليئه بالمواضيع المنوعه وليست الرياضيه فقط. بدايه اقول صباح الخير لزميلتي حبيبه. صباح الورد عليك عبد الله، وصباح الخير لكم جميع مشاهدينا. مثل ما قلت يا عبد الله، فعلا حلقتنا لليوم حلقة منوعة، أعتقد أنها راح ترضي جميع الأطراف وجميع الأذواق كذلك. يمكن من ضمن المحاور الجميلة والمميزة اللي موجودة في الإعداد أن إحنا راح نتكلم عن العلاج باللعب. يمكن فكرة العلاج باللعب هذه فكرة حديثة عند معظم الناس، وأنا عن نفسي أول مرة يعني أقرأ عن هذا الموضوع بعمق يعني. فهذا الموضوع أكيد رح نتكلم عنه بإسهاب أكثر وأكثر، ورح نتكلم كذلك عن الطائرات الشراعية. فمحبين هذا النوع من الرياضات أنا أنصحهم أنهم يطالعون الحلقة ويتابعونها، بالإضافة طبعا إلى مجموعة من الأخبار الرياضية اللي رح نتناولها إن شاء الله في بداية حلقتنا لليوم. بلا شك أكيد، وبداية الحلقة نأخذكم في جولة نتعرف من خلالها على أبرز ما جاء في صحافتنا المحلية. جريدة الأنباء: حجز الفحيحيل مقعده بين الفرق المتأهلة إلى الدوري نصف النهائي من كأس الاتحاد لكرة القدم عقب فوزه على التضامن 4-1 مساء أمس في الجولة 7 والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وجاء تأهل الفحيحيل بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة وتساويه مع الجهراء الذي فاز على برقان 4-0 بالنقاط والمواجهات المباشرة، وحسم تأهله لفريق الأهداف حيث سجل 17 هدفاً واستقبل 10، فيما سجل الفريق الجهراوي 14 واستقبل 8، في حين بقي التضامن من دون رصيد من النقاط في المركز 7 والأخير عقب هزيمته في كل مبارياته. جريدة الجريدة: بينما خاض فريق الكويت لكرة القدم أول تدريباته في عمان استعداداً لمواجهته المقررة غداً أمام الجزيرة الأردني في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي، يدخل نظيره القادسية معسكراً مغلقاً مساء اليوم استعداداً لمواجهة السويق العماني بعد غد. جريدة الجريدة: حقق فريق نادي القادسية فوزاً مثيراً على نظيره الجهراء بنتيجة 69-64 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة نادي الجهراء ضمن منافسات المرحلة الرابعة من عمر الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي شهدت أيضاً فوز الكويت على كاظمة 85-64 والجرين على الشباب 85-84، وبذلك يواصل الكويت صدارته للبطولة برصيد 8 نقاط أمام القادسية الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط والجهراء وكاظمة 6 نقاط والجرين ب5 نقاط وأخيراً الشباب 4 نقاط. جريدة القبس: استكمل المنتخب الوطني للدراجات المائية سلسلة إنجازاته الكبيرة والمتميزة من خلال حصول محمد الباز على بطولة الإمارات الدولية في فئة الجالس جي بي 1 لكبار المحترفين التي تعد أقوى الفئات وأكثرها إثارة، ليحافظ بذلك على اللقب الذي حققه الموسم الماضي، فيما جاء صاحب الرقم القياسي في موسوعة جينيس محمد بوربيع في المركز الثاني على مستوى الترتيب العام ليحتكر البطلان وبالتناوب لقب البطولة للسنة 6 على التوالي. جاء ذلك عقب سباق الجولة 7 والختامية للبطولة الذي نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة دولية واسعة وسط تنافس مثير وحضور إعلامي وجماهيري واسع. يمكن من خلال الفقرة السابقة يعني انسلط الضوء من خلالها على مجموعة من أبرز المنشطات اللي حملتها صحفتنا اليومية، ومن بعد هذه الفقرة دائما ما نستقبل أحد النقاد الرياضيين اللي رح نتكلم معاهم أكيد، ودائما نتكلم معاهم بإسهاب حول هذه المنشطات. فيسعدنا من هذا الباب نرحب معاكم بضيفنا اللي مشرفنا بداخل الاستوديو سعد فلاح، وهو ناقد رياضي. حياك الله معنا وصبحك الله بخير. وأنا سعيد بوجودي معاكم، صبحكم الله بخير ويا هلا ومرحبا.
يا هلا ومرحبا فيك. نتكلم في البداية عن البطولة التنشيطية كأس الاتحاد الكويتي ورجوعه بعد فترة الانقطاع، وإحنا على أبواب مباراة نصف النهائي، فكلمني عن هذا الجانب. والله البطولة هذه الاتحادية تعتبر بطولة تنشيطية يعني. نعم. في فرق تلعب يعني بالأساسيين، في فرق تلعب الاحتياط، في فرق تجرب لاعبين. صحيح. إيه فال يعني. يعني الهدف منها اكتشاف خامات رياضية إيه أكثر إيه من أي فكرة إيه ثانية. يعني. تفاوت المستوى يعني. المهم بالنهاية وصلنا إلى أن الفحيحيل والقادسية. الشباب والكاظمة هم اللي وصلوا المربع الذهبي حق البطولة هذه، راح يلعبون بالتقاطع يعني قادسية يلعب مع فاحيل وكاظمة يلعب مع الشباب. بطولة يعني في فرق يعني شوف اللي واصلين كاظمة والقادسية يعني من الفرق اللي احنا نسميها الفرق الكبار. الشباب فاحيل يعني فرصة لهم يعني كاس الاتحاد انه يوصلون يعني شيء معنوي اني احقق البطوله. هذه بطوله تنشيطيه اي حتى بس ما يخالف، انا يعني ما اقدر اقارع الكبار مثل ما عندي محترفين، ما عندي قاعده جماهيريه نفس الانديه الثانيه. حق كاس الاتحاد، كاس الاتحاد هذه لو بطوله يعني يعني متواضعه ما يشارك فيها القادسيه او كاظمه ويشاركون بكامل قوتهم. صحيح. اي فانا حق يعني شيء معنوي لي. فاحنا بحاجه الى نفس هذه البطولات طبعًا. اللي هي التنشيطيه اكيد طبعًا. لكن شنو توقعاتك بالنسبه لي النهائي؟ والله دائما التاريخ يفرض نفسه يعني. القادسيه وكاظمه انا اعتقد من ايدهم طويله في هذا يعني. لهم يعني من الأفرقة الذهبية التاريخ الا عاد مفاجاه. لكن يعني منطقيا احنا نقول القادسيه وكاظمه هم يلعبون النهائي منطقيا، لكن كل شيء جايز يعني مفاجات موجوده يعني. صحيح. وخصوصا في نفس هذه البطوله يعني ما في مفاجات كثر ما هو أداء داخل الملعب يعني، والدليل خروج العربي، خروج الكويت، السالمية وغيرهم من الأندية الأخرى. احنا عندنا مثلا يقول الكرة تعطي اللي يعطيها. بالضبط. ايه انت تجتهد وكذي تحصل، اما انك انت تتهاون او يعني يعني ما يعني ما تعرف قيمة الفريق اللي قدامك ممكن تخسر يعني. يعني التهاون مرفوض بكل الرياضات. فأنا اعتقد المنطق القادسية وكاظمة، لكن احنا ودنا يصير في مفاجاه، ودنا هالفرق هذه تصعد وتفوز ويعني صحيح. وتنافس. اي وانا مثل ما قلت لك هذا فوز معنوي يعني. وكاس الاتحاد يعني للعلم يعني كاس الاتحاد هذا في 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 له جوائز لاول مره، في له جوائز حوافز ماليه. اي فتحفز اللاعب يعني يقول لك انا اخذ مركز يعني شيء طيب يعني. نعم أكيد. شيء جميل. عموما نتكلم شوي عن دوري فيفا. يعني دوري فيفا وايد توقف يعني انا نسيت العد صراحه يعني كم مره توقف بسبب ظروف معينه، فهل انت مع او ضد هذا التوقف الدائم؟ والله الاتحاد يعني هذه احنا يعني نلتمس له العذر. زين لكن انا في تلفزيون الكويت ما اقدر اتكلم عن الاتحاد حيل يعني، لكن في لخبطه خلينا نكون صريحين، في شويه لخبطه بالجداول وصارت امور يعني يعني مجلس اداره الاتحاد اتخذ قرار انه يتوقف دوري فيفا في كاس اسيا. فهذه مده طويله واحنا ما عندنا لاعبين يعني، لا احنا مشاركين ولاعبين عددهم قليل كان بالفرق، وخرجوا من الدور التمهيدي يعني يعني حتى لما خرجوا من الدور التمهيدي ما استأنفوا هذا، فصار في جاب كبير بين هو يمكن عشان المحترفين يعني يراعي فريق، اذا فريق فيه محترف او محترفين ما يصير توقف انت محترف كل آسيوي. نعم. محترف آسيوي كل الفرق قاعد توقفها عارف. وبعدين دش كاس حضره صاحب السمو يعني قدموا تاريخه، فاضطروا انه يرحلون المراحل الاخيره من الدوري فيفا اللي هي الدوري مرحله 17 18 الى ما بعد كاس الامير، فدشينا في شنو في شهر رمضان. نعم. عارف زين إيه كثرة التوقف هذه ما تقلل من قيمة عطاء الأفرقة الرياضية؟ طبعاً طبعاً. ونفس الوقت نعم. تفيد فرق ثانية يعني، في فرق تكون يعني مستواها نازل بحاجة إيه إلى هذا، بحاجة إلى توقف يعني. أنا إيه أنا أعطيك مثل نعم. مثل واضح، نادي الجهرة كان آخر الدوري صحيح. الحين ما تقدم إيه لما توقف في كأس آسيا ومع الانتقالات الشتوية تعاقد مع محترفين أراد ترتيب الأوراق، رتب أوراق الآن على الأقل الآن نعم. بالترتيب بعيد عن شبح الهبوط يعني، في ثلاث فرق وراء نعم. تحت وهم نعم. يبون فريقين يعني ينزلون إلى الدرجة الأولى نعم. فعاد فهي رب ضارة نافعة يعني مرات جميل. لكن بالمجمل نعم. هي طبعا سيئة حق اللاعبين وحق إعداد اللاعبين ونفسيا أكيد. إيه بعدين الدوري إحنا أساسا عندنا بالدوري هني
عدد مباريات قليل قليل قليل. يعني انت لما تقارنها مثل دول اوروبا وكذي احنا قاعد نلعب يعني بالضبط. يعني 25 مباراه بالدوري كله عدد الفرق هناك اكبر. إيه إيه بس ما يخالف انت تقدر تسوي ثلاث اقسام. صحيح. تقدر تسوي قسمين ثلاث اقسام تخلي احتكاك اكثر اكثر. يعني يعني ما يصير انا اتمرن من شهر 7 لشهر 5 او 6 شهر الوراء العب 25 مباراه. نعم شوف توقفات كثيره. احنا نتمنى طبعا يكون في حل لهذا الموضوع، لكن راح انتقل وياك الى موضوع اخر هو يساعد وهو كاس الاتحاد الاسيوي، واللي نتمنى فيه التوفيق اكيد لممثلي الكره الكويتيه نادي الكويت ونادي القادسيه. شلون راح يعني يكون ادائهم وكيف ترى حظوظهم في المباريات القادمه؟ والله شوف الجوله الاولى كان الكويت القادسيه مستواهم يعني ما ظهروا بالمستوى اللي احنا نتامله منهم. نعم. يعني يمكن الكويت الاحباط اللي بعد خروجه من ملحق الابطال. نعم. اثر عليه معنويا يعني واضح نفسيا كان متاثر الفريق. القادسيه يعني حير مره زين بس يبقى القادسيه، لكن مو القادسية اللي احنا نعرفها قبل ثلاث اربع سنوات. خلينا نكون واقعيين، يعني انا اعتقد اللاعبين تشبعوا، وبعدين كاس الاتحاد الاسيوي ما اخذها الكويت يعني كذا مره، القادسية ما اخذها يعني محاصر على البطوله. الان اصبح اللاعب الكويتي ما يدور كاس الاتحاد الاسيوي، يعني طموحه صار اكبر. لكن الان اعتقد في حال فوزهم في كاس الاتحاد الاسيوي اعتقد ان في بعض الكلام اللي يدار انه يدخل مباشره الى دوري ابطال. والله هذا كلام، لكن ما في يعني ما في ما في ما في نظام الحين يقولون لا اللي ياخذ الدوري الكويتي على طول يدخل، فهو مو مرتبه. لكن احنا نقول نتمنى يعني الكويت عنده مع الفريق الجزيره الاردني. نعم. والقادسيه راح يلعب يوم الثلاثاء مع السويق العماني، فرصتهم كبيره انه يفوزون. خلينا ناخذ يعني احنا اوكي يمكن مو طموحنا كاس الاتحاد الاسيوي، بس ما دام احنا فيها بطوله في بطوله واسم الكويت ندش البطوله ناخذها باسم الكويت. يعني في لاعبين ما اخذوا كاس الاتحاد الاسيوي، لاعبين خلي ياخذ البطوله خلي يعني يفرح فيها، ولها يعني حوافز كبيره. يعني تعتقد ان البدايه كانت موفقه في الجوله الماضيه؟ لا والله من خلال التعادلات لا ما كانت موفقه، ما يرضينا خصوصا نادي الكويت. يعني ممكن القادسيه لعب خارج ارضه مع العهد اللبناني اي يمكن عشان في بيروت وكذا ممكن تلتمس له نوع من العذر، لكن الكويت لعب على ملعبه مع الاتحاد السوري، بصراحة يعني ما كان مستوى الطموح. ما كان مستوى الطموح. عموما نتكلم شوي عن دوري السلة في الجولة الرابعة والمباراة اللي جمعت بين القادسية والجهرة وفوز القادسية على الجهرة. اي هذا دوري هو دوري السلة، يعني يلعبون 10 جولات. نعم. ذهاب 5 وإياب 5. الآن احنا تقريبا باقي مرحلة من مرحلة الذهاب. الكويت متصدر البطولة عنده 8 نقاط. نعم. القادسية يلاحقها طبعا كالعادة. وراهم كاظمة والجهرة. كرة السلة يعني بالكويت الآن أنا أعتقد أن يعني مو كرة السلة اللي هم قبل سنوات، يعني فقدت شيء من شعبيتها. نعم. إيه وأنا أعتقد أن البطولة شكلها كذي يعني رايحة حق الكويت. لأن الكويت كعبة أعلى. نعم. فأعتقد أنه هو رايح للبطولة، وخصوصا أنه فاز على القادسية في المرحلة السابقة. صحيح. فأعتقد أن القادسية يحتاج الكثير، يعني يحتاج أنه يفوز على كل الفرق ويفوز على الكويت مرة ثانية. نعم في مرحلة ثانية. فالكويت وضعه يعني أقرب للبطولة، طبعا المركز الثاني والثالث والرابع. نعم. بين القادسية وكاظمة والجهرة. والجهرة. بينهم هذه الفرق هذه. ونتمنى التوفيق للجميع. أجمعين إن شاء الله. كل شكر لأخوي سعد فلاح النقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. حياكم الله ومشكورين على الاستضافة ويا أهلا مرحبا فيك. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وأكيد ننتقل معكم مشاهدينا إلى هذا التقرير الخاص بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية. يمكن اللي يميز هذه الأولمبياد هي المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا اللي عندهم إعاقات ذهنية، فهذه فرصة جيدة للأمانة لهم للاختلاط، يعني خصوصا أن من ضمن الألعاب اللي راح يشاركون فيها راح تكون في هناك مشاركه من غير ذوي الاحتياجات الخاصه، فراح يكون في دمج جميل بينهم. فاحنا طبعا لما نتكلم عن هذه الفئه تحديدا اللي تعاني من الاعاقات الذهنيه قاعد نتكلم عن اللي يعانون من اضطرابات التوحد او حتى الداون، فهذه تجربه جيده
وإن شاء الله نتمنى توفيق وسداد حق عيالنا. أكيد راح نشوف طبعا هذا التقرير الخاص من زملائنا المتواجدين في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فيعطيهم ألف عافية على هذا التقرير، وأكيد راح نكون دائما متواصلين مع الزملاء هناك لتغطية هذه الأحداث أولا بأول. الرحمن الرحيم، معاكم لاعبة منتخب الكويت البولينج هنادي المزيعل، ومعانا بطلتنا فوزية. عرفي عن نفسك. فوزية الفائي علي. شنو تلعبين فوزية؟ البولينج. بولينج. السنة اللي طافت فوزية جبتين الميدالية الفضية صح؟ هالسنة شنو ناوية عليه إن شاء الله حبيبتي؟ ثانية أجيب الأول يعني إن شاء الله نبي الذهب صح؟ إن شاء الله. ونرفع علم الكويت فوق؟ شاء الله. انت قدها فوزيه صح؟ قدها. السلام عليكم، معاكم بدر عصام سودان. ان شاء الله نفوز. انا العب كريات وان شاء الله افوز المركز اول ان شاء الله، واخذ الذهبيه المدايه. الجنان، شنو اللعبه اللي تلعبينها؟ كره سله. شلون استعداداتك للبطوله؟ ندرب، ننام بكر، ناكل شيء صحي، نمشي تطبق عضلاتنا. ربي يوفق إن شاء الله عيالنا في هذه البطولة ويرفعون علم الكويت عالي ويحصدون جميع الميداليات الممكنة في هذه البطولة. يمكن عيالنا حبيبة مشاركين في 7 لعبات مختلفة. نعم. ما بين لعبات ورياضات جماعية وأيضا فردية، فنتمنى التوفيق دائما لهم إن شاء الله. هي تجربة صراحة جميلة جدا جدا، صعب نحصل مثل هذه البطولات اللي يعني تسلط الضوء حول اللي عندهم إعاقات ذهنية. يعني معظم البطولات على فكرة هي اللي عندهم إعاقات جسدية. صحيح. فمن النادر لما نشوف أن هذه الفئة قاعد تشارك وتختلط، واعتقد أن هذا الشيء أكيد رح يأثر إيجابيا على حالتهم النفسية. بالحديث عن الطفولة كذلك، يمكن موضوعنا القادم لا علاقة كذلك بالموضوع، ورح نتكلم معاكم عن العلاج باللعب. يعني فكرة العلاج باللعب هي فكرة أعتقد جديدة عند وايد ناس. نعم. ويمكن وايد ناس مو عارفين أهمية اللعب بالنسبة للأطفال، يعني إيش كثر يبني ذكائهم ويبني شخصيتهم على المدى البعيد. فيعني كثر ما أنت حرصت على أن ولدك يختلط بالآخرين ويمارس هواياته ويمارس ألعاب معينة، ألعاب جسدية، ألعاب ذهنية، ألعاب يدوية، كل هذه الأمور أكيد راح يكون لها فضل جدا كبير في النمو السليم أكيد لشخصية طفلك في المستقبل. بلا شك أكيد، لكن موضوعنا القادم راح يكون قبل لا نتكلم. نعم. في موضوع الطفولة أعتقد عندنا تمارين رياضية. نعم. يومية. ومثل ما عودناكم دائما فقرة التمارين الرياضية اليومية تكون حاضرة معنا في الضحى العود. هي تمارين رياضية بسيطة جدا ممكن ممارستها في أي مكان، سواء كانت في البيت، في العمل، أو أيضا في الأندية الصحية، وكذلك في الأماكن المفتوحة الخارجية بما أن الأجواء ما زالت جميلة. صح وايد. ويمكن على الطاري هذا طبعا اليوم الفلكي عادل السعدون ذكر بأن من اليوم الأحد ولمدة أسبوع دخلنا في موسم بما يسمى برد العجوز، فبعدها بعد الأسبوع إن شاء الله كل عام وانتم بخير ويدخل علينا فصل الصيف. خلاص لا تشتروا الملابس الشتويه انتهى لانه اسبوع كامل ان شاء الله راح تعيشون في اجواء بارده، وباذن الله بعد هذا الاسبوع راح تبلش درجات الحراره بالارتفاع. صحيح. فراح تبلشون تصيفون وتتغير الملابس وتتغير الاجواء. فعموما علينا بالعافيه هذه الاجواء الجميله صراحه والحلوه، استمتعنا فيها صراحه. الموسم كان جميل ومثمر رغم غزاره الامطار اللي تعرضنا لها في مرحله معينه. نعم. عموما ننتقل معاكم مشاهدينا الى فقره التمارين الرياضيه ونشوف معاكم شنو مجهزين معدين هذا البرنامج. صباحكم الله بالخير، برنامج الضحى العود، فقرة جديدة من الفقرات الرياضية. اليوم عندنا تمرين ستريتشنج حق الأرجل. التمرين هذا مهم تأدونه بشكل يومي وقبل أي رياضة تمارسونها. التمرين هذا نقدم بريل اليسار والعكس صحيح. الريل تكون 90 درجة، الرجل الخلفية نمدها كثر ما نقدر ورا، ايدنا اليمين ننزل
على الكوع. ايدنا الثانيه اليسار مع جهه الرجل، ندخلها داخل ونحطها على مشط الرجل، نسكر وننزل بالراس ونصعد، ننزل براسنا للقدم ونصعد، ننزل ونصعد. نأدي تكرار 10، بعده ثبات 30 ثانية. ونعكس نفس الطريقة 90 درجة، الرجل خلفية نمدها كثر ما نقدر ورا وننزل. ايدنا اليسار على الكوع، ايدنا اليمين مع الرجل، ندخلها داخل بالطريقة هذه، ننزل ونصعد. نحافظ على التنفس شهيق وزفير بالصعدة والنزلة. بعدها ثبات 30 ثانية. التمارين هذه لازم نأديها بشكل يومي وقبل أي تمرين للمحافظة على مرونة الأرجل. ونشوفكم في فقرات قادمة ببرنامج الضحى العود. سلام. شكرا طبعا للكابتن الهندال على هذه التمارين الرياضيه اليوميه اللي قدمها لنا في برنامج الضحى العود. موضوعنا القادم ايضا راح يكون موضوع جميل جدا ويهم كل ولي امر. في فتره من الفترات دائما الواحد يعني يسال شلون ممكن انا اوصل معلومه لطفلي، احيانا لما توصل المعلومه يمل. صحيح. لكن اذا كانت عن طريق اللعب طبعا يختلف الوقت، يستقبلها بشكل اكبر اسرع، وهذه تساعد في مرحله الطفوله وتنمي من قدرات بس مو لعبه التكنولوجيا على فكره، الايباد ما له علاقه، احنا قاعد نتكلم عن الالعاب اليدويه اللي تنشط الذهن. وما شاء الله ترى معظم محلات الالعاب عبد الله لما تروح لها تلقى دائما في العاب حديثه، يعني في ابديت للالعاب الحديثه وفي العاب تعليميه. من تدش المحل تقول له ابي العاب تعليميه يوديك قسم خاص في العاب مختلفه ومتنوعه. فالالعاب قد تكون فكره بسيطه بالنسبة لنا أو شغلة يعني سطحية يعني كإحنا كأشخاص ناضجين، ولكن هي في الحقيقة أكيد تحمل في طياتها العديد من المعاني والأهمية الكبرى بالنسبة لأطفالنا وفي بناء شخصياتهم. وأعتقد أن إحنا في طفولتنا لما نرجع للماضي نتذكر بعض الألعاب اللي كانت مفضلة بالنسبة لنا. صحيح. واللي كنا نحبها واللي أثرت علينا صراحة. أكيد. فموضوعنا القادم مهم جدا جدا. صح. جدا راح نفصل فيه أكثر من بعد هذا التقرير. يعد اللعب من أهم الأنشطة التي يمارسها الطفل، فتستهويه ومن ثم تثير تفكيره وتوسع خياله، وتسهم بدور حيوي في تكوين شخصية الطفل بأبعادها وسماتها المختلفة. واللعب من الطرق التي يلجأ إليها الأطفال ليعبروا عن مشاعرهم بصورة ملموسة أو محسوسة تجاه الأشياء التي سببت لهم الصراع الداخلي والإحباط والتوتر النفسي، وبخاصة أن هؤلاء الأطفال يصعب عليهم التعبير عن تلك المشاعر بالألفاظ. فملاحظة الأطفال خلال اللعب يمكن أن يسهم في فهم سلوكياتهم الغريبة إن وجدت. ضيفتنا اليوم لطيفة ظاهر، مدربة معتمدة في العلاج باللعب ومستشار علاقات أسرية وطفولة. أكيد للتعرف حول هذا الموضوع بشكل موسع بشكل أكبر مع ضيفتنا العزيزة أستاذة لطيفة الظاهر، حياك الله وصبح لك بالخير. الله يصبحك.
بالنور والسرور انت واستاذه حبيبتي. حياك الله معنا، سعداء بوجودك معنا وبهذا الموضوع صراحه. انا اعتبره موضوع شائك صراحه ويخص يعني جانب مهم من المجتمع، يعني عيالنا ابنائنا، فلازم ان احنا نسلط الضوء حول هذه الامور، خصوصا ان احنا عندنا متابعين نساء يعني مهتمين بهذا الجانب بالتاكيد. فنبي نتكلم في البدايه عن شعار والديه ايجابيه، يعني هذا الشعار كان انت حاطته بالانستغرام الخاص فيك. ايه صدته. فاحنا صدنا، فشنو المقصود في الوالدية الإيجابية؟ ومن أجل والدية إيجابية، من أجل أهم بعد من أجل والدية هو الشعار. أوكي. لو أرد قبل 7 سنوات كان شعاري بالحب يكتمل عالمنا في بداياتي يعني. أيوة. وحطيت بالحب يكتمل عالمنا، وأذكر كانوا متابعات كثر يعني في بداية الإنستغرام، في بداية بقوة كانوا وايد يحطون شعاري ويدزولي يعني. حلو. على البرايفت. بعد قبل 2 أو 8 أشهر غيرتها من أجل والدية إيجابية، لأن مع كثرة الاستشارات وخبرتي في المجال حاليا اتضح أن الحب هو الأساس والتربية بالحب هي الأساس، لكن في معاها أمور ثانية محتاجينها علشان نقدر نوصل للتربية الإيجابية. شنو هي الأمور الثانية؟ التربية الإيجابية أنا يتلي من فلسفة التربية الإيجابية من خلال قراءاتي وعملي. فلسفة التربية الإيجابية هي أحلى فلسفة في الحياة وأسهل فلسفة، يعني أن الطفل يولد على الفطرة، وهذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك اللي احنا نقدر نغير دين الطفل، يعني كل مولود يولد على الفطرة فباواه يعني صحيح. فما بالك في اذا احنا نقدر نغير دين طفل، ما بالك في السلوكيات اللي بعدها او ان اخلاق الطفل او قيم الطفل ومبادئه، هذا كله ترى بيد الام والاب في بداية حياة صحيح. الطفل الى ان يبلغ، وبعدين هو عادي يكمل مشواره اللي تأسس عليه. فأخذتها من هذه الفلسفة، أن كل مولود ينولد على الفطرة محتاج رعاية، توجيه، حب، اهتمام. في هذه الأمور إذا إحنا سويناها صح راح نلقى النتاج الصح. إنسان أكيد. بالمستقبل يعني ناضج، خلوق، معتمد عليه ويعتمد على نفسه كذلك، لأنه يمكن هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه ما راح نخلص، لأنه وايد الحين تيجي بالاستشارات أغلب الأطفال للأسف ما عندهم ثقة بنفسهم، وهذه الثقة من وين تجي في البداية؟ الحين العلاقة فقط تكون ما بين ولي الأمر والطفل، أو أيضا العلاقة ما بين الوالدين تؤثر بشكل كبير على الطفل؟ طبعا هي احنا ليش انا علاقات أسرية وتعديل سلوك الطفل، لأن الأسرة قبل التعديل. دائما يعني يجي سلوكيات الطفل المتعبة أو المحبطة أو اللي سوري على الكلمة اللي تكرهها أحيانا الأم والأب وعيشتهم في مرحلة يعني يعني المراحل الأولى من حياة الطفل. نعم. اللي هي لـ 7 سنوات تكون نتاج لشيء معين. الأغلب يعني من خلال خبرتي الأغلب قاعدتي من علاقة أسرية خاطئة، الأم والأب ما في تفاهم بينهم، الأبو ما يحترم الأم قدام العيال، هواش كل وقت، انتقاد الأب ممكن ينتقد الأم والعكس صحيح. نعم. هذا كله يتشبعها الطفل من هذه البيئة. فالعلاقة الأسرية هي أهم من أني أنا أعدل سلوك الطفل. أنا أول شيء أشتغل على العلاقة الأسرية وأتأكد أنها هي مشت صح، بعدين نقدر ندش على تعديل سلوك الأطفال. نعم. شلون نقدر نبني علاقتنا مع طفلنا، يعني خصوصا أن الحين هذه هبة نقول وسائل التكنولوجية، يعني كل طفل مع الأسف طبعا نشوفه قاعد ماسك الآيباد ماله من عمر يمكن سنة، والله في من عمر أشهر يراون عيالهم هذه الأشياء. فمهما يعني مهما إحنا كنا قراب منهم، ولكن مثلا معطينهم بيدهم آيباد رح يكون ما في كوميونيكيشن أو ما في تواصل حقيقي بيننا وبينهم. فشلون نقدر نبني العلاقة الصحيحة بيننا وبين أطفالنا؟ طبعا كلامك 100% صح، ما رح نختلف عليه. و أرد وأكرر وأقول دائما إن إحنا الكبار إحنا اللي نقدر نسيطر. ما يخالف التكنولوجيا، ترى التكنولوجيا نعمة يعني عطتنا تواصل وعطت وسهلت أمور الحياة، بس لعمر معين يعني. لعمر معين. ويمكن لو تشوفين عندنا يمكن أنت شوي من خلف الكواليس ما تشوفون الحالات اللي قاعدتي، زاد عندنا موضوع التوحد صحيح، زاد عندنا موضوع اللي هو التأخر بالنطق، المشاكل يعني المشاكل في النطق وتأخر في الكلام، هذا كله من وين قاعد يجي؟ ترى قبل ما كانت موجودة هذه الحالات بالقوة اللي موجودة الحين. نعم. كله هي نتاج الإهمال، احنا نقدر نقوله إهمال غير متعمد. انا كأم ابي ارتاح، يعني اغلبهم تسمعينها خصوصا اللي عندها 2 3 4
تقول لك شوف ما يخالف بس خليه يهدوا. لا وتقول لك انا مجابله ولدي، انت شلون مجابله؟ صدق ان انت قاعده 24 ساعه في البيت وياه، لكن انت فعليا انت مو مجابلته، هو مجابل شيء ثاني، هو في عالم اخر. وبعدين من تين تاخذين منه الايباد يعصب زياده فيصير سلوكه أسوأ. لا صحيح، يعني يصير سلوكه أسوأ. ممكن انا اشوف في حال يطقون امهم وابوهم لما تاخذين منه الايباد يروح يطقك، لانه هو سلوكه اساسا خاطئ، تربيه خاطئه. لاني انا ما اعرف اتعامل معاه فاضطر ارده واعطيه. ودائما احنا يمكن نبي نبشر الاهالي او الامهات، يمكن انا اتكلم الامهات والاباء اللي مشغولين وايد. انا من النوع اللي يمكن 24 ساعه مشغوله، لكن احنا الاب الحاضر الغائب هو اللي ما له وجود بين ابنائه كتاثير، ما له وجود كتاثير على اطفاله. مو معنى هذا لما انا اشتغل واكون لاهيه معناته انا هامله عيالي. ويمكن الحين خلينا نكون صريحين، الحياه يمكن قبل يومين طلعت على اللايف تكلمت انه في هذا الزمن الوالدين محتاجين الى تدريب، محتاجين الى تدريب في الوالديه الايجابيه، مو بيدهم، لان الزمن تغير. حلو. تكنولوجيا، عولمه، المراه ما صارت المراه اللي قبل بس قاعده بالبيت وشاي الضحى وانتهى الموضوع. لا، المراه الحين عامله وقامت تتنافس يمكن الرجل مثل ما تشوفون في الاعمال. صحيح. بشكل يومي، والحين صرنا عندنا الهوم بزنس وغيره. انت ريحتيني نفسيا صراحه، لان انا كل يوم الصبح قبل لا اروح الدوام ولدي عمره سنه ونص فيمسك ريلي مسكين ويبكي يبي يطلع وياي، فكل يوم احس قلبي يعورني لما اروح بالسياره واروح الدوام مع اني ارجع له بسرعه. فيعني هذه مو شغله، انا مو قاعده اسوي شيء غلط. لا طبعا مو غلط. البشاره شنو؟ انه ممكن انا أكون حاضرة مدة ساعة مع عيالي وهذه الساعة تكفيني. صحيح. اليوم كله. صح. غير أن أنا أكون قاعدة 24 ساعة مع الطفل، لكن أنا فعليا أطلع الحرة إما بريلي ولا بعيالي ولا بالشقالات أحيانا. ومو معنى هذا إحنا نقول إن حق الأم طلع من البيت وخلي عيالك، لا أبدا. لكن اللي عندها ظروف عمل أنت تقدرين. صح. وأنت كذلك أيها الأب العزيز تقدر تعوض عيالك لما ترد البيت. انا ما اطلب منكم الا 20 دقيقه بس. جميل. مو اكثر يعني. انا ودي اتكلم استاذ لطيفه عن اللي تكلمنا فيه في بدايه حديثنا، وقلنا بان اللعب ممكن اقدر اوصل معلومه انا لطفل عن طريق اللعب، لكن العلاج باللعب شو المقصود فيه؟ طبعا هو العلاج باللعب هو علم قديم، ويمكن امريكا تميزت فيه اكثر تحت علم النفس التربوي. وأنا حبيت أني أطلع بصورة جديدة وأني أشتغل عليه صح، لأنه فعال يعني لدرجة مو طبيعية. يعني الأهاليون متحبطين يطلعون بعد 10 جلسات أو 11 جلسة يتشكرون وباقات ورد، وأن الطفل تغير. لأنه فعلا يعني العلاج باللعب علاج يعني متواصل دايركت مع الطفل، ونشتغل عليه الى مشاعر، من مشاعر لمشاعر. شنو نوع اللعب اللي انت قاعد تتكلم عنه؟ هو العلاج باللعب. نعم. طبعا علاج يستهدف الاطفال من عمر 3 الى 12 سنه. نعم. اللي حصلت لهم صدمه في حياتهم، مثلا انفصال الابوين، لا سمح الله ولا قدر الله وفاه احد الوالدين، او مو شرط ترى الوالدين الحاضن، لانه ممكن يكون اليد هي اللي مربيه العيال. صحيح. والام والابو يعني مجرد ان يجون يبوسونه ويلمونه ويعطونا الفلوس، في كثير من الحالات اليد تكون هي اللي ماسكه الطفل. فالحاضن بشكل عام، علاقه الحاضن مع الطفل، فيكون في حادثه صادمه، لا سمح الله اختطاف، يعني عندي طفل مباقت فيه السياره وبسرعه يعني تداركه الموقف، لكن حصلت له صدمه. فهذه الصدمات تكبر مع الطفل. طيب. والأهل مو عارفين أن هذه الصدمة اللي كانت بالطفولة هي سبب السلوكيات المتعبة اللي ظاهرة على الطفل في الوقت الحالي، ويدورون يقول لك احنا سوينا كل شيء ما احنا عارفين شنو مشكلته. فنبدي في العلاج باللعب. طبعا العلاج باللعب هو على 3 مراحل، اما يكون علاج موجه، يعني انا كمدرب اكون مجهزة. هذه غرفة العلاج باللعب. طبعا هذه مو غرفتي انا، هم مطلعينها كتقرير. حلو. لكن انا عندي يعني نفس الغرفة، لان غرفة العلاج باللعب مدروسة، ما هي العاب وتنقط وانتهى الموضوع. الطفل يشوفها كالعاب عادية، لكن انا كمعالج في اللعب انا عارفة ليش حاطة هذه الالعاب وهي مدروسة. صحيح. انزين، شنو افضل الالعاب اللي انا ممكن اشاركها ولدي اثناء جلوسي في المنزل؟ يعني مو كل لعبة مفيدة، مو كل لعبة ممكن أتشاركها أنا كولية أمر مع طفلي. صح. أنا دائما أقول أي وقت عندك القدرة أنك تلعب العب،
بالاسلوب اللي يطلع معك. اقل لعبه يمكن يستانسون عليها الاطفال ترى صيده مصيده، تلقين انا والاب ونبدي نلحق هذا والاب يقول يلا خلينا نصيد، ترى لعبه بسيطه بس ما تتخيلون شنو فيها استقرار، شعور بالامن، شعور بالراحه لما يشوف الطفل ان الام والاب قاعد يتشاركون في هذه اللعبه، ولا الام ضد الاب ونبدي نتكافخ بالمخاد يبي الطفل يعني جديد. الافضل نكون مع بعض، انا كوليه امر مع زوجي مثلا يفضل، يعني اذا انتم قادرين زين، واذا مثلا مو قادرين انا العب مع الطفل. يمكن لو نتذكر، حاولوا تتذكرون العابنا لما كنا صغار شنو كنا نلعب، ترى شغلات مع اهالينا واحنا قاعدين. والله انا اتذكر خواتي ولا اخواني لما نقعد ورقه نصفطها جماد حيوان، أيوة. اول حرف صح. وش طلع منه ما شاء الله، قبل الموبايلات ما في ولا نوكيا، حتى قبل النوكيا قبل النوكيا يعني يعني كنا نلعب ترى بكل وقت. اذكر والله العظيم ريل اختي، ويمكن اختي قاعد طالعني فتحيه لها اختي الكبيره، ريل اختي كان يلعب معنا رسك، يحب الحرب. الحين في زمننا لا تلعبون عيالكم الالعاب، تعلمهم القسوه في امور. كنا نلعب بالحوش قاعد تتذكر ترى هي قاعد تسمع اغلب البيوت ما فيها حوش، معظم البيوت ما فيها حوش، ما فيها حوش. وبعدين يمكن رساله، يا ريت احد المسؤولين يقدر يسمعنا، الكويت نقدر نسوي كل شيء، ما يمنعنا الجو الحار، لا نتعذر بالجو الحار. يمكن انا عشت 8 سنوات في المانيا ما كنت ادري لا عن تليفون، والله التلفزيون 8 سنوات من وين لوين، يمكن بالويكند اللي نبطله ونطالع فيلم لأن ما عندنا وقت. حدايق بكل مكان صح. ألعاب بكل مكان. إحنا هني مشكلة نتعنى علشان نروح نلعب عيالنا في المنطقة الفلانية اللي تبعد، لازم سيارة وممكن حلو. زحمة. أنا هذا هم يعني يجرني حق موضوع آخر، الرياضة أيضا في لها دور في العلاج. الرياضة أساس الحياة. أنت الحين عبد الله لو تلعب رياضة نفسيتك شلون تكون؟ مرتاح، ترد تحس إن أنت صافي البال. نفس الشيء انا لما تكون نفسيتي تعبانه يعني نفس الشيء صراحه، نفس هذه الرياضه المشي هذه نوع من انواع الرياضه. طبعا انواع الرياضات متعدده، وما شاء الله صار عندنا في الكويت ابداع في بعض الانديه الرياضيه. لكن ارد واقول البعد مو مخلي الاهل يقدرون يشاركون عيالهم. لا نفس هذا النوع بالبيت انا اقدر اسوي بالبيت طبعا بالصالة. عندك اي حط لك، احنا حتى العلاج باللعب انا مسويه مدينه العاب في البيت، مدينه انا سرداب كامل حاطه فيه كل والله شيء. هذا لا هذا ما اقدر اسوي بالبيت، بس الباجي تقدر عندي صديقتي مسويتها الكلايم، حاطه اي والله طوفه وحاطه عليها هذول اللي ينباعون بروحهم ويتسلقون. انسى ديكورات البيت، ما في ديكورات. انا اخر همي ان الناس تشوف بيتي قصر، انا ابي عيالي يشوفون بيتهم قصر. لا بيون يوم بس كل يوم مرتب، البيت مرتب نظيف، هذا شيء اساسي صح. عشان حتى الام، ويمكن مبي احنا المواضيع فيها ودنا نتكلم كل شيء صح. حتى الام محتاجه داخل بيتها انا لعبي على نفسيتك، لان اذا انت مرتاحه وريلك مرتاح ترى البيت كله يرتاح صح. فحطي لك الورد، حطي لك الزهر، خلي حياتك تكون ايجابيه. مو معنى هذا ان الابوه والامومه لازم تكون حياتهم كلها سعيدة، لا، هذا ترى سوري على الكلام، هذا كلام يعني مبالغ فيه. السعادة موجودة، وأقدر أسعد نفسي إيه نعم، أقدر أسعد نفسي، أقدر أني أبتسم إيه، أقدر أني أبتسم وأقدر أعلم نفسي أني أكون إيجابية. لكن ما إلا يحوشنا في فترات قلة سعادة، إحباط، قلق، أحيانا نحوش يعني تحوشنا حتى مرحلة اكتئاب نوعا ما لما نكون مضغوطين زيادة على اللزوم. الشطارة شلون إحنا نتعايش مع هذه المراحل ويكون عندنا إيمان إن كل شيء راح يصير أحسن. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، يعني إحنا حياة الإسلام في التفاقل. جانب مهم يعني أنا حابة قبل لا نختم اللقاء نتكلم ما ودي اللقاء يخلص. لا صحيح، لا فعلا إن إحنا ككبار لما نيجي نلعب مع عيالنا أساسا إحنا نرتاح. يعني حتى في علم النفس دائما يتكلمون عن هذه الأمور، يعني أنت لما ترجعين للبراءة القديمة ولما تلعبين مع طفل تسعدين، سبحان الله تتغير نفسيتك، وما بالك هو شعوره كطفل. الشعور اللي انت تحصلين عليه هو يحصل عليه مضاعف. احنا لازم يفهمون كل الناس ان اللعب حاجه من حاجات الطفل الاساسيه، هي ما هي شيء يعني مجرد ان زينه، هي حاجه مهمه. الطفل ما يكتمل يعني نفسيا واجتماعيا وعاطفيا الا من خلال اللعب ومراحل اللعب الاولى. ويمكن اذا بنختم ما ادري انا احب فقره المساج، انا احب فقره المساج. انا شاريه في البيت كرسي سرير المساج وماخذته النوع الفاخر يعني حلو. ولما احس انه خلاص بنفجر، انا الله يحفظهم عندي 5 اطفال وصبيان يعني وبنت واحده، فاحيانا احس خلاص مو قادره اسيطر،
شو أسوي قبل النوم؟ شفت إنه لازم الأم تكون ذكية وعندها حلول ذكية، فأبدي أقول لهم من أول واحد بيسوي المساج يكون ناطرني عند الباب، فتلقاهم يركضون يركضون ونبدي عاد نرتب. ترى ما تاخذ مني بالضبط 4 دقائق الا نايمين، يعني ادق على ريلي اصعد شيل الاول مثلا ابدي، اول بدايتها تشوفونهم يضحكون ويبون الطفل. لازم ان احنا عندنا حلول ذكيه في بيوتنا، والحلول ترى سهله. واستمتعوا مع عيالكم في البيت، لان فتره الطفوله اذكر والله واحد الماني كنت معصبه بالمانيا بميونخ بالذات، يعني في شارع عاد هناك مسرع ما يلتفت. اي والله لا يعني سبحان الله، هذا كان راعي تاكسي ما انسى كلمته، هذا الكلام يمكن من 8 سنين. عصبت ولدي نزل بالشارع، كان اقول له ايش فيك ما تشوف دير بالك، ويريته يعني مو حيل بس يريته، كان يقول لي لا تعصبين ترى هذه فتره قصيره ادور عيالي الحين انا مو لاقيهم. فترى فترة الطفولة فعلا هي يمكن طبعاً أهم فترة في حياة الإنسان لكنها قصيرة، بس اسمها فترة، فترة يعني محدودة بوقت معين. نعم. عموما احنا نشكر وجودك معنا، الحديث لا يمل معك صراحة، موضوع مهم، موضوع شائك يهم كل أولياء الأمور أعتقد، فاحنا نقول لك يعطيك العافية، وإن شاء الله الرسائل اللي أنت وصلتيها تكون وصلت بشكل إيجابي حق المتابعين. كل الشكر لك. أكيد راح ننتقل وياكم إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع لمحبي الطيران طبعا اللاسلكي الحر، والنادي العلمي الكويتي اللي يتصدر المراكز 3 الأولى لبطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. تصدر أبطال الكويت وفريق النادي العلمي للطيران اللاسلكي المراكز 3 الأولى لبطولة دبي ماسترز الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019 التي أقيمت منافساتها في نادي سكاي هوب RC في الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 من فبراير بمشاركة أكثر من 70 طيار يمثلون 21 دولة، بينهم 7 دول عربية هي الكويت والإمارات وعمان والسعودية ومصر وسوريا والجزائر. والجدير بالذكر إلى أن فريق النادي العلمي للطائرات اللاسلكية يحرص على المشاركة في البطولات العالمية وتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية، خصوصاً وأن النادي العلمي هو الجهة الوحيدة في الكويت المنوط بها رعاية هذه الهواية وإفادة المتسابقين الكويتيين في المسابقات والبطولات الدولية.
احنا دائما نفخر بشبابنا صراحه وبانجازاتهم وعطاءاتهم، وهم دائما سباقين ودائما متفوقين، وهذه شغله صراحه لا تخفى على احد، يعني خصوصا في معظم انواع الرياضات الغريبه والعجيبه. فاليوم الاستوديو منور صراحه، والاستوديو مختلف، واختلف الديكور صراحه عن ما كان عليه قبل الفاصل. شايفين وياكم هذا الديكور الجميل لاحدى الطائرات النفاثه اللي راح نتعرف عليها بشكل مسهب، وراح نتكلم اكثر واكثر عن هذه البطوله اللي كان للكويت نصيب الاسد فيها من خلال الحصول على المراكز الثلاث الاولى. فمن هذا الباب يسعدنا اكيد نرحب معاكم بضيفنا اللي مشرفنا بداخل الاستوديو والحاصد على المركز الثالث في فئه الطائرات النفاثه المتسابق علي بهبهاني. حياك الله معنا. الله يحييكم ويسلمكم، مشكورين على اللقاء واتاحه الفرصه لنا على البطوله. طبعا البطوله هي كانت في دبي، بطوله سكاي ماستر. نعم. هي مقسمه على ثلاث فئات. نعم. فئه الطائرات النفاثه اللي هي هذه وفئه الطائرات الاستعراضيه وفئه الهليكوبتر. زين. فئة الطائرات النفاثة تكون عادة معتمدة على سرعة الطيارة ودقتها بالحركات. ممتاز. فئة الطائرات الاستعراضية لا، هذه تكون ان هي من اسمها طائرة استعراضية، لك فري ستايل، ان انت حر بحركاتك. لكن يعطونك 4 دقائق لازم انت تحط موسيقى اللي تناسب طيرانك، ولازم الطيارة تطير على انغام الموسيقى. لازم مع طقات الموسيقى تطير بالتناسق، وبنفس الوقت انك لازم تشكل بالحركات وتنوع بالحركات. فهذه مسابقة الطائرات الاستعراضية. حلو. وفي مسابقة الهليكوبتر نفس فكرة الطائرات الاستعراضية، لكن بدأ الطيار أنها راح تكون هليكوبتر. ممتاز. زين. طبعاً الكويت كان لها اكتساح بالبطولات هذه. حلو. خذينا بالجولة بالطائرات الاستعراضية، خذينا المركز الأول والثاني والثالث. زين. ممتاز. المركز الثالث خذاه أخوي محمد الرفاعي. حلو. والمركز الثاني خذاه أخوي مصطفى العوض، والمركز الأول أحمد إشكناني. ما شاء الله. والطائرات النفاثة خذينا الأول والثالث، أنا المركز الثالث والمركز الأول هم أحمد إشكناني. والمسابقة كانت الأولى من نوعها. الأولى من نوعها إيه؟ على مستوى الوطن العربي نقول؟ لا، خلينا نقول في بدبي. لا بدبي، إحنا عندنا بطولات هني بالكويت تقام كل سنة. حلو. بس أول بطولة بدبي وأنت وحصلتها على نصيب الأسد. أيوة. هذا نصيب الأسد. نعم. والحلو فيه أنه في فترة أعيادنا الوطنية. بالضبط، هذا كان شعور وايد حلو أنه لما شاركنا الكويت بفرحتهم بالأعياد الوطنية. نعم. يعني إحنا وإحنا قاعدين نحصد الجوائز هذه وقاعدين يكرمونا، حتى أخوانا من أهل الإمارات ما قصروا وحطوا لنا أغاني أعياد الوطنية وإحنا قاعدين نتكرم. ما هي غريبة. فكان يعني شعور وايد حلو أنه شاركنا الكويت فرحتهم. كم عدد المشاركين تقريبا علي كانت في هذه البطولة؟ إحنا كنا تقريبا 75 مشارك من 21 دولة. ما شاء الله. أي نعم. عدد كبير اللي مشاركين. إيه يعني كانت البطولة يعني المنافسة فيها قوية كانت. حول العالم. حول العالم. إيه نعم. نعم. والبطولة كم كان مدتها؟ كان مدتها على 3 أيام. نعم. زين، أول يومين يكون التأهيل وثالث يوم يكون النهائي اللي هو الفاينل. واجهت صعوبة معينة مع إحدى الدول يعني؟ منو كان منافسكم اللدود نقول؟ والله كل دولة يعني تتميز بفئة، خلينا نقول كان فيها مشاركين، يعني خلينا نقول مثلاً بالذات مثلاً بالهليكوبتر كانت المنافسة هي الشديدة، يعني وايد قوية كانت فئة الهليكوبتر. لكن فئة الطائرات يعني كان فيها منافسة وايد حلوة، لكن الحمد لله. ما كنتوا خايفين من احد معين يعني؟ هم يخافون منك. هي البطوله هذه الحلو فيها عمياء. طبعا هو بالاساس احنا يعني كدول خليجيه كلنا خلينا نقول كأن اهل. صح. فلما تواجدنا بمكان واحد قاعدين نمارس الهوايه كان الشعور وايد حلو، ان كل واحد يتبادل معلومات شلون قاعد يمارس الهوايه ببلده، شلون الطريقه. فكانت يعني كان في وايد عندنا بلاكس، كانت روح اخوه اكثر من الروح المنافسه. حلو حلو. لكن شنو الصعوبات اللي تواجهكم عاده في هذه الرياضه علي؟ اتوقع الجو عام الطقس هذه اكثر الصعوبات وايد امانه تواجهنا. اكثر شيء بالبطولات احنا نخاف من الجو. الجو بالذات سرعه الهواء. طبعا احنا نخاف اذا كان الجو مثلا غبار مطر، بس اكثر شيء نخاف منه سرعه الهواء. وكان في بالذات الطائرات الاستعراضيه وايد تتاثر بسرعه الهواء. في البطوله اللي طافت كان في سرعه هواء ولا اول يوم كان الجو حلو، ثاني يوم حاشنا هواء وكان هواء قوي، يعني تقريبا سرعتها 40 كان. مو شويه. إيه فبس هم يعني كملنا زين وشاركنا بالجوله وادائنا كان زين. بالفاينل الحمد لله رد الجو كان اوكي والحمد لله. يعني احنا قاعد نشوف حاليا على الهواء مباشره بعض اللقطات الخاصه بمشاركتكم اعتقد. اي نعم. هذه هي الطائره نفسها صح؟ هذه لا، هذه اللقطه اللي توها طلعت. نعم. هذه مزرعه عزايز قدمها. اوكي. مزرعه عزايز هنا بالكويت. هذا هني بالهنجر كنا قاعدين نتجهز هني وقت التمرينات لما خلصناها. كان في تمرينات عندكم بعد؟ إيه؟ لازم اول يوم نوصل لازم نجرب الطياره. أي. ناخذ المكان. حلو. انه مكان ولا مره نطيرين فيه. نشوف شلون
الوضع العام مثلا ساعات مثلا في عندك حواجز تكون بالمدرج نفسه، في مثلا يكون عندك أعمدة كهرباء، يكون عندك فلازم تدرس المكان فلازم ندرس المكان كله على اساس انه لما أدي انا الحركات اللي انا متدرب عليها انا عارف وين أديها وين اروح وين ارجع. وبالكويت تحديدا وين تتدربون عاده؟ بالكويت لله الحمد في عندنا كذا مدرج للطيران. نعم. زين، وفي عندنا مدرج خاص باسم النادي العلمي. زين، صار له تقريبا سنتين الحين. المدرج صاير في منطقه بنيدر. زين، موجود في اسم النادي العلمي، فاكثر شيء تدريبنا يكون هناك يعني. ومكان مفتوح. مكان مفتوح اي يعني المدرج انا مكانه وايد حلو صراحه. طالما ذكرت النادي العلمي، يعني النادي العلمي هو الراعي الرسمي يمكن لكم في هذه البطوله تحديدا، فشنو كانت ماهيه التسهيلات والدعم المقدم من قبلهم تجاهكم؟ النادي العلمي خلينا نقول قبل كان في شويه فتره ركود مر فيها، لكن في الفترة الأخيرة خلينا نقول الأربع سنوات الماضية. نعم. في فترة تطور وايد كبيرة واضحة بالنادي العلمي. ففي دعم عندنا، أول شيء نشكر الأمين العام الأستاذ علي جمعة النادي العلمي ورئيس مجلس إدارة الأستاذ طه الخرافي. في تطور وايد كبير ودعم وايد كبير عندنا بالهواية. بالبداية كان ما نفتقر حق مدرج إن إحنا نمارس فيه هواياتنا، الحين صار عندنا مدرج مسجل. كنا نفتقر حق بطولات نقيمها، الحين صار عندنا بطولات بمستويات عالمية. حلو. البطولة عندنا قامت تصير على كذا فئة بحكام دوليين من نيبهم من برا، بتنظيم وايد روعة، جوائز وايد حلوة. فالبطولات قامت تشجعنا أساسا وتعطينا إن إحنا تعلمنا إن إحنا نعيش جو البطولة، شلون نتحكم بالتوتر عندنا. أيه. قبل لا ندش بطولات عالمية الخارجية. أيه. في إقبال على هذه الرياضة عندنا علي. إيه، في إقبال في شباب وايد. إيه بالذات إن الفترة الأخيرة يعني فعلا في إقبال كبير. يعني خلينا نقول مثلا قبل 10 سنين ما كان في إلا محلين بالكويت، الحين في كذا محلات ممكن تبيع القطع هذه. في أماكن هنا الحين القطع موجودة. متوفرة. إيه متوفرة. هذه شغليتكم؟ إيه يعني الطيارة تقريبا إحنا نشتري الفريم الخارجي. زين، هذا الفريم الخارجي ونزين، والماكينه الاجهزه الالكترونيه اللي تتحكم بالطياره داخل، هذه كلها احنا نشتريها قطعه قطعه. وشغل يعني هذه وايد مكلفه. مكلفه يعني هذه اعتقد قيمه سياره ممكن. يعني على حسب. نعم. يعني هي هم نفس ما قلت لك انها سياره. ممكن تشترين سياره قيمتها خلينا نقول مثلا 2000-3000 دينار، ممكن تشترين سياره قيمتها 60-70000 دينار. صح. بس انت شلون تبني الطياره اللي تناسبك انت، شلون تنقي القطع اللي هي ممكن تناسبك. والله هذه هواية مكلفة. اللي هي تناسبك هي مكلفة وصعبة بنفس الوقت. معاشك كله رايح. مو بس مكلفة، صعبة. ممكن عندك المادة لكن ما عندك شلون تجمع وتركب وتشتري الشغلات. المادة أمانة يعني هواية وايد مكلفة، لكن يعني هي هوايتنا بالنهاية، وهواية أنا فيها من عمري 13 سنة. انت دخلتها من عمرك 13. اي فنفس ما قالت اختي المعاش كله رايح. المعاش كله رايح واضح يعني صراحه. بس اهم شيء ان انتم قاعد تشاركون وقاعد ترفعون اسم الكويت يعني. إيه وقاعد تفوزون، فهذا شغله وايد مهمه ان تشاركين ببطولات خارجيه. نعم. طياره واحده ما راح تكفي. صح. فاحنا كل واحد بيته عنده مجموعه طيارات. واحده ما تكفي، واحده تكون حق تدريب، واحده نفاثه، واحده استعراضيه. يعني هم لازم مختلفة. مساحه في المنزل. مساحه في المنزل وهذا شيء اساسا احنا يعني. صح. شويه من المصاعب اللي تحوشنا مساحه في المنزل، وشون ان نقدر ننقل الطيارات من مكان لمكان. هذه استعراضيه. هذه الاستعراضيه. صح. ايه. إنزين، في دورات تسوونها مثلاً أو ورش للناس اللي يحبون يشاركون؟ إيه، النادي العلمي في دورات يقيمها سنوياً. نعم. إنزين، بالذات الإجازة الصيفية. من القائم عليها عادةً؟ مختصين يعني هم اللي يعطون الدورات. إيه مختصين. كويتيين. إيه كويتيين. إحنا ساعات نعطي دورات كبر النادي العلمي ربعنا يعني. في أطفال. ناس في أطفال من أعمار خلينا نقول ما أدري بالضبط الأعمار كم، بس يعني هو سن المدارس نفسها يمكن من الابتدائي لين يقدر يدخل ويتعلم. موجودة الهواية بمدربين بمعدات كاملة بطيارات جاهزة، ممكن أي حد يشتغل. مو صعبة على. هذه كانت بدايتي أنا يعني. ما كانت صعبة عليك في بداياتك؟ بالبداية هي كانت خلينا نقول دورة مدتها شهر، بدش بستانس وبطلع. كذي كانت الفكرة. بس. هاي كانت الفكرة. أيه. الدورة بالنادي العلمي كان يقيم كذا دورات. صح. زين في شتى المجالات. مجالات بالضبط. فدخلت أنا مجال الطيران على أساس إنه يعني خلا أجرب. زين. لقيت نفسي من عمري 13 سنه مو قادر اهد الهوايه لليوم يعني. الله. زين، ما في مشاركات غربيه يعني قاعد تفكرون فيها؟ احنا شاركنا في بطوله العالم بالتشيك بسنه جميل. 2017. نعم. وشاركنا بطوله العالم فرنسا بسنه 2018، طبعا كلها في دعم ورعايه النادي العلمي. زين، والحين ان شاء الله في بطوله بشهر 7 في امريكا ان شاء الله، هم بطوله العالم راح تكون. زين، وهم ان شاء الله النادي العلمي وعدنا انه راح يدعمنا بالبطوله هذه. شلون مستوانا عالميا؟ مشرف جدا، مشرف يعني. احنا اول ما شاركنا بالذات خلينا نقول مشاركه فرنسا السنه اللي طافت، لما جينا وشافوا ادائنا يعني كنا قاعدين يقولون لنا انتم وينكم.
احنا يعني احنا ما يعني احنا تو ندري ان في دولة اساسا عربية بالمستويات هذه. لما الحكام الدوليين قاعدين يجون الكويت قاعدين يشوفون ادائنا حلو، هالطيارات هالاداء هذا وين عنه؟ يعني كان شركات كبيره قامت تتكلم ان في وايد هواه قوايه بالكويت موجودين يعني. ممتاز، فالهوايه الحمد لله يعني. اكيد احنا راح نشوف هذا التقرير اللي يعني تم من خلاله تكريمكم في هذه البطوله، وراح نرجع مره اخرى. محمد الرفاعي في المركز الثالث، وفي المركز الثاني مصطفى العوض، فيما جاء في المركز الأول ما شاء الله الفريق الكويتي مسيطر على المنافسات في ثلاث مراكز. مبروك مبروك أحمد، فوق فوق فوق. أيوة لغريك دونالدسون ممثل نادي سكاي هوب. والآن كأس البطولة للنجم الكويتي أحمد علي هادي. مبروك مبروك. طبعا قبل لا نختم معك كلمه اخيره حاب توجهها لي. اي نعم، احب اشكر منظمين بطوله دبي سكاي ماستر. احب اشكر الشيخ حمدان بن راشد، هو كان الراعي للبطوله. احب اشكر اخوي طارق السعدي المنظم للبطوله. الصراحه البطوله كانت وايد حلوه، الاستضافه كانت وايد حلوه عندهم، ما قصروا معنا. واحب اشكر النادي العلمي على دعمهم للهوايه هذه. زين، واشكركم انتم على اللقاء. احنا اللي نشكرك على وجودك وعلى الانجازات اللي تحققونها دائما باسم دوله الكويت. كل الشكر لك علي ولزملائك بالفريق. العفو، عساكم على القوه، ما قصرتوا. الله يقويك ان شاء الله، وكل الشكر لضيوفنا اللي شرفونا طوال ساعه من الزمن في بدايه هذا الاسبوع وبدايه حلقتنا من برنامج الضحى العود. ان شاء الله باكر راح تكونون على موعد جديد ومتجدد وحلقه اخرى مع زملاء متنوعين. نشوفكم ان شاء الله على خير. في امان الله.